أعزائي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري، مساء الخير عليكم من داخل محافظة الأقصر. ننقل ونرصد لحضراتكم الفتاة السويسرية التي عشقت ركوب الخيل ومحافظة الأقصر، كما نتابع مع حضراتكم أي أمام حضراتكم يعني تقود الحصان وتمتضي الحصان وسط عشرات الخيال داخل محافظة الأقصر، وعلى نغمات المزمار الصعيدة أي لا 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 الفتاة السويسرية كما نتابع يعني بتجري بالحصان هي قدام حضراتكم هي على نغمات المزمار الصعيدة هي بتلف بالحصان هي فتاة السويسرية التي يعني لاقت إعجاب الجميع على ركوبها الخيل وتعلمها في فترة بسيطة يعني للخيل واقتيادها للخيل على نغمات المزمار الصعيدي وسط عشرات الخيالة. يعني بتلف وبتجري بالحصان اهي امام وعلى نغمات المزمار الصعيدي اهو في سباق ومرماح الخيل بالاقصر نتابع اهي وكانها ليها 20 سنة على الخيل. الله الله اهي الله الله معانا دلوقتي بعض لحظات اهي. لا لا ايه الاخبار؟ هنوقف دقايق. ايه الاخبار؟ تمام تمام. احنا شايفينك بتجري بالحصان والله حاجه حلوه خالص يعني. اه والله اه انت بتتكلم صعيدي؟ اكيد. ايه طب من الصعيد يعني احنا عايزين نتكلم صعيدي طيب. مثلا المدرس بتاعي دايما بيضحك عشان انا بقول جنى والغردقه. الله 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 جنى والغردقه. ايوه مثلا اه ولازم الاقصر ده اول حاجه. لا هو بيضحك عشان انا بقول جنى ومش جنى. جنى لا انت خلاص صعيديه على فكره يعني. لا لا صعيديه خلاص. يعني ما فيش واحده اوروبيه بتركب الخيل وبتجري على المزمار كده شعر. بتحبي تاكل ايه من اكل الصعيدي في الاقصر؟ اكتر حاجه بتحبيها في الاكل؟ ممكن الفول والطعميه. الله الله اهم حاجه الفول والطعميه. ايوه صح. طب الكمونيه ما اكلتهاش قبل كده ولا ايه؟ الكمونيه اول مره انا بسمع. ده اكله مشهوره في الاقصر على فكره. تمام. لا نقول لحماده لازم ياكلك كمونيه المره الجايه. ممكن اكلت وانا ما عرفتش ايه ده بالظبط. ممكن. يعني احنا شايفين الناس كلها تعرفك هنا، كل الناس عارفاك على فكره. ايوه صح ولا لا؟ دول بتوع الخيل الخياله. ايوه يعني احنا شايفينك دلوقتي على نغمات. بتعرفي ترسي بالحصان على المزمار؟ برضه بتعلم بس الحصان ده بتاع المرماح ومش بتاع الرقص. بتاع مرماح. ايوه. ده انت خلاص ازيك حاج حماد؟ ايه الاخبار يعني حماد هو زوج يلا الشاب الاقصري اهو. يا بقول له اكلت كمونيه بتقول له لا لا مش تبع كمونيات دي. عارفه اللحمه يعني بالصلصه. دي اكله مشهوره عندنا هنا في الاقصر يعني. ومحشي الكرومبو برضو. ايوه اكلت ده خلاص تمام دي. ايوه تمام. بتيجي كم مره في السنه هنا الاقصر؟ كل سنه هنا؟ ايوه يعني ممكن كل شهرين ثلاثه انا باجي الاقصر. اكيد بركب الخيل. لا شيء اساسي ده. الباشا ده بتاخديه معاكي ولا بيقعد هنا في الاقصر ينتظرك؟ يا ريت في سويسرا. بس لا بيقعد هنا في الاقصر. في
في اختلاف عن خلال سويسرا عن مصر؟ يعني في اختلاف بينهم؟ يعني بالخيل نفسه مش ما افتكرش، بس اكيد السعر واللي كان كل حاجة مختلفة عندنا في سويسرا. يعني مختلفة شوية. الخيل الاوروبية غير الصعيدي طبعا والعرب. يعني هو نشوف زي ما حضراتكم متابعين معانا، اهو كنا مع لالا النهارده الفتاه السويسريه التي عشقت الاقصر، يعني اهو اهو الصعيديه، احنا بنقول الصعيديه. بتقول المدرس بيضحك على كلمه الغردقه وقنا هي بتاعتك. عشان بتكلم صعيدي. بيه بتقولي ثاني من الصعيدي؟ صباحو. صباحو ايوه. ربنا يخليك. الله يسهل لك. ايوه ويكرمك. الله عليك، الله يسهل لك. حكايته على الله. حكايته على الله. الحمد لله. الحمد لله. فينك؟ في الهدوء. في الهدوء. كل الناس، معظم الناس حتتكلم عربي معاك يا اخي. ويخرب بيت ابوك. لا كده كده صعيدية صعيدية على فكرة. هنشوف ماتش مصر النهاردة إن شاء الله. قول يا رب مصر تكسب النهاردة إن شاء الله. يا رب مصر تكسب النهاردة إن شاء الله. إيه رأيك في لعبهم المرة اللي فاتت؟ إيه؟ اللعب بتاعهم يعني منتخب مصر. يعني مش حلو قوي. مش حلو منتخب مصر يعني. عشان التعادل. ان شاء الله حتشجعي مصر النهارده يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يكسب ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين يعني تابعنا مع حضراتكم يعني اهو. حماده، ناخذ حماده. يعني لالا ليها قد ايه في ركوب الخيل او تعلمت يعني؟ ثلاث سنين. اتعلمت بسرعه ولا؟ لا ذكيه. لا بسم الله ما شاء الله. هي حابه كده. حابب الخير. واحد حابب كده خلاص بيتعلم بسرعة. يعني اهو. مش حابب بيبقى خايف. لا هي وقفتها اهو يعني زي ما احنا شايفين اهو الوقفة حد متمكن يعني. متمكن. يعني اهو. حتى بتجري بيه وسط الخيالة يعني ما فيش أي حاجة يعني ما فيش خوف. لا. زي ما حضراتكم شايفين اهو. يعني اهو الخيل اهو. يعني لالا الفتاة السويسرية التي عشقت الأقصر يعني متمكنة جدا من ركوب الخيل. أمام حضراتكم. إيه حتلفي؟ أيوه. يلا. أهو زي ما أهو أهو. يعني ما فيش خوف خالص أهو. بتجرب الحصان أمام الجميع ووسط العشرات من الخيالة بالأقصر. يعني نرصد لحضراتكم الفتاة السويسرية اللي بتتكلم صعيدي وهي صعيدية يعتبر. يعني كل سنة لازم تزور الأقصر ولازم تركب الخيل. يعني تعلمت ركوب الخيل وعشقت ركوب الخيل هنا على أرض محافظة الأقصر. نتابع مع حضراتكم على نغمات المزمار الصعيدي لالا السويسرية. يعني بترقص بالحصان أهو بتجري بيه هناك. يعني وسط عشرات الخيال نتابع مع حضراتكم الفتاة السويسرية التي عشقت الأقصر. يعني نتابع ونرصد لحضراتكم على نغمات المزمار الصعيدي الفتاة السويسرية التي عشقت الخيل وعشقت الأقصر. ويعني بتتكلم صعيدي زي ما بنقول كده اهو. يعني بتجري بالخيل امام الجميع ووسط العشرات اهو. لالا هنا على أرض محافظة الأقصر على نغمات المزمار الصعيدي. كما نشاهد حضراتكم الفتاة السويسرية التي عشقت الخيل وعشقت الأقصر هنا على نغمات المزمار الصعيدي. كما نتابع ونرصد لحضراتكم. Thank you.
وسط العشرات. لا لا هي جايه بالحصان كما نتابع ونرصد لحضراتكم اهي، يعني ما فيش خوف، والجماهير والعشرات من اهالي الاقصر بيحيوها وبتلقى تحيه الجميع اهي اهو. لا لا امام حضراتكم اهي يعني متمكنه جدا جدا اهو امام حضراتكم. لا لا السويسريه اهي يعني بتجري بالحصان على نغمات المزمار الصعيدي كما نشاهد ونتابع مع حضراتكم. يعني فتلاقي تحية الجميع وتحية أهي لالا يعني بتلف اهي يعني بالحصان اهي وسط عشرات الخياله كما نشاهد ونتابع مع حضراتكم. يعني متمكنه جدا جدا في الخيل اهي، يعني بتجري اهو على نغمات المزمار.